وينضم معنا مشاهدينا جابر جمال مراسلنا، ينضم معنا من القرمة. مساء الخير جابر ومرحبا بك معنا، كيف هي الأجواء الآن؟ هل هناك ترقب في القرمة حول النتائج، نتائج الانتخابات؟ بالتأكيد رانيا، ترقب ويرافقه ارتياح شعبي في محافظة الأنبار عموما وفي قضاء القرمة خصوصا لإعلان نتائج الانتخابات بعد إعلان نتائج المحافظات التي أعلنت من قبل المفوضية والتي بثت عبر شاشة الرشيد قبل قليل. هنالك أيضا ترقب لإكمال المحافظات الأخرى، تعلمين 10 محافظات وباقي المحافظات الأخرى من المؤمل أن تعلن في الساعات المقبلة، ربما وربما بعد قليل ستعلن المفوضية عن باقي نتائج الانتخابات المبكرة. هنالك ارتياح شعبي وترقب لإعلان النتائج، ولكن مع ذلك يوجد يقين لدى أهالي القرمة وباقي المناطق الأخرى بتقدم حزب تقدم على مستوى محافظة الأنبار عموما وعلى باقي الدوائر الانتخابية المقسمة، 4 دوائر انتخابية حصد فيها تقدم بحسب مؤشرات يعني ومراكز استطلاع وبحسب ما رصدناه في الأيام في يوم الانتخابات يوم أمس، بتقدم تحالف تقدم وتقدم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بأعلى الأصوات في محافظة الأنبار وعلى دائرته هنا في قضاء القرمة والأقضية الأخرى، يعني الدائرة دائرة الانتخابية دائرة الفلوجة تسمى هذه الدائرة التي ترشح عنها رئيس البرلمان، وبالتالي الأصوات الأكثر هي لتحالف تقدم من بواقع 14 مقعد بحسب دراسات وبحسب متابعات في محافظة الأنبار، من أصل 15 مقعدا نيابيا سيكون من حصة تحالف تقدم ورئيس البرلمان العراقي 14 مقعدا نيابيا، والمقعد الأخير أيضا ربما في إكمال النتائج الأولية وإكمال النتائج النهائية، ربما المقعد 15 سيكون أيضا من نصيب تحالف تقدم، باعتبار أن الجمهور هنا بشكل عام يجمع وأجمع سابقا على انتخاب تحالف تقدم ورئيس البرلمان العراقي لما حصل من طفرة نوعية في محافظة الأنبار أيضا. طيب جابر، في المحافظات إذن جابر الأخرى سوف نعود إليك تقدم في حال. محافظة صلاح الدين هو دليل أيضا على نعم جابر، سوف نعود إليك في وقت لاحق في حال ورود أي معلومات جديدة. شكرا لك جابر جمال.